قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد قال: حدثني عبد الله بن كثير الداري عن مجاهد قال: حدثنا شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة رود سيقال له ابن عبس قال: كنت أسوق لآل لنا بقرة قال: فسمعت من جوفها يا آل ذريح قول فصيح رجل يصيح لا إله إلا الله قال فقدمنا مكة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة